قراءتك لسقوط الطائرة الرئيس الإيراني سيداني؟ اولا شوف، هي نترحم على روح كل من توفى فهمتي في هذا الحادث، وهو حادث أليم ككل حوادث الطائرات، الا انه اليوم الموضوع أسئلة تطرح والتحقيقات ستبرز ذلك. اولا احنا نعرفوا ان ايران تعيش حصار كبير وكبير جدا، وهذا ينعكس على كل مواردها وعلى كل الحياة فيها، رغم كل المجهودات التي قام بها العلماء لمحاولة التخفيض من ذلك الحصار. اليوم القطاع الغيار تفتقدها إيران، وهذا حقيقة، والحوادث نعرفها تكررت وتعددت، لكن هذه طائرة رئاسية. أنا كل الاحتمالات قائمة، لكن أكثر اتجاه بعض الأطراف تتهم إسرائيل وتتهم غيرها، أنا أستبعد هذا الأمر تماما، لكن يظهر لي أنه يا أما الحادث يكون حادث طبيعي ناتج عن خلل بحكم الطبيعة الجغرافية، بحكم المعطيات المناخية، بحكم كل العوامل، وخلل فني في تلك الطائرة، وهذا يمكن يحصل في أي لحظة لأنه ما له إلا ميكانيك، والميكانيك عرضة لهذا. والجانب الثاني اللي نحطه أنا في الاعتبار أنه المشاكل الداخلية القائمة اليوم على مستوى الحكم وعلى مستوى السلطة في إيران، اللي رغم السلطة الإيرانية تحاول أن تتخفى عليه ككل سلطة، لكن هذا واقع أن هنالك تجاذبات سياسية عميقة وعميقة بين مختلف الأطراف السياسية القائمة في إيران، من انطلاقا من منصب المرشد إلى بقية المناصب السياسية الأخرى. وهذا العملية إذن إيرانية، العملية إذا كان موجودة عملية فهي إيرانية. إذا كان موجودة أقول، وأنا نأكد على علامتي التنصيص اللي وضعتها سيادتك في حاتم، أن ستكون عملية إيرانية في إطار تجاذبات سياسية قائمة تتخفى عليها أو تتسلطن عليها السلطة الإيرانية، لكنها تلك حقيقة، هنالك تجاذبات عميقة على مستوى السلطة في إيران. لكن الاحتمال زاد كذلك الذي لا يمكن أن نتجاهله، هو أنه هذا خطأ فني ممكن أن يحصل في أي إطار في أي مكان وفي أي زمان ومع أي طائرة كان. نعم سي علي الزرمديني الخبير الأمني، شكرا لحضرتك.